كم تو سيشن تو سي شارب، وهتقول له انتر فيرست نيم، وهتعمل متغير وهتكتب فيه الفيرست نيم بتاعك اللي هو احمد مثلا، وهتكتب انتر لاست نيم، وهتكتب اللاست نيم فليكن علي مثلا، وهتقول له هلو اسمه بالكامل، وهتطلب منه اللي هو يدخل الاي دي، هكون في متغير، وفي الاخر هتعمل له رسالة شكر اللي هو ثانكس. ده بكل بساطة 3 دقايق كده وهنحلوه مع بعض ان شاء الله. مش هينفع وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شباب،
اول حاجه كده احنا اتكلمنا في السيشن اللي فات اللي هو كان اول سيشن، فهمنا يعني ايه السينتاكس بتاع لغه السي شارب، وفهمنا ازاي بنطبع في الكونسول عندنا امر الاوت بوت عندنا، وعرفنا يعني ايه متغير، وعرفنا يعني ايه داتا تايب، وعرفنا شروط تسميه المتغير. كل ده من الاساسيات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. بسم الله كده نبدأ. أول حاجة هنعمله كريتو برنامج جديد، باشمهندس لو سمحت، اتفضل. كل ما افتح الفيجوال ستوديو بيقول لي بليز ريستارت ذا بروجرام، بليز ريستارت اكتر من بنزله مرة. بتعرفاتي كلها. تعريفاته كلها وعامل عليه برامج قبل كده، بفتح حاليا بيقول لي مش راضي يفتح، بيقول لي بليز ريستارت ذا بروجرام. انت جاي هتعوز تمساوي تنزله تاني. تمام ماشي. تنزل. هنا عشان ننشئ برنامج جديد اول حاجة هتروح عند كريدت انيو بروجكت، هتقول له كونسول اب، احنا شغالين على الكونسول طبعا، هتسمي اسم البروجكت بتاعك، سيشن 2. عرفنا المرة اللي فاتت السوليوشن اللي هو السوليوشن نيم ده اللي بيبقى فيه الفايلات بتاعت البروجكت بتاعك، وممكن تعمل فيه اكتر من مشروع، ومن خلاله ممكن توصل للايه يعني الفايل بتاع المشروع لو انت تهت في على الكمبيوتر يعني عنه. كريت كريت سنة هذا شباب كده. اول حاجه البرنامج البسيط بتاعنا ده زي ما قلنا، اول حاجه البرنامج بيبدا برساله ترحيب اللي هو ويلكم تو سيشن 2 سي شارب. تاني حاجه بتدخل اسمك الاول واسمك الثاني، وهتعمل رساله ترحيب اللي هو بالاسم كامل، وبعد كده هتقول له بليز انتر الاي دي، هتحط الاي دي، وفي الاخر تعمل له رساله شكر. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ معلش، أنهي كلام؟ ده داخل متأخر صح؟ انا لسه ده ده برنامج هنعمله كده مراجعة المرة اللي فاتت، في حاجات جديدة هنحطها فيه إن شاء الله، فتابع معانا كده. مش هنشتغل. احنا طبعا المرة اللي فاتت خدنا كونسول دوت رايت لاين. كونسول دوت رايت لاين عرفنا اللي هي بتطبع على كذا سطر، وكان فيه برضو كونسول دوت رايت اللي هي بتطبع على سطر واحد. بالنسبة للبرنامج ده ممكن واحد مثلا ايه يقول لي ممكن نعمله كله على الكونسول دوت رايت؟
ممكن تعمل البرنامج كله على كونسول دوترايت عادي، بس ده كده ما اسموش برمجة زي ما بنقول كده. احنا خدنا المرة اللي فاتت حاجة اسمها الداتا تايب، واخدنا المتغير وازاي بتنشئ متغير وفايدة المتغير اللي انت مثلا ممكن نيجي نشوف عندنا في البرنامج البسيط ده. اول حاجة تطبق رسالة الترحيب عادي، هتقول له ويلكم تو سيشن تو سي شارب. تمام. اول حاجة انت عايز منه اللي هو يدخل لك الاسم الاول بتاعه، هتقول له سي دبليو، عرفنا اختصار الكونسول دوت رايت لاين عشان تعملها على طول هي سي دبليو، وبعد كده هتقول له انتر سي دبليو وبعد انتر كده فيرست، بعد كده تاب، علامة التاب اللي عندك على تمام الكيبورد. تمام تمام فيرست نيم. تمام. نيجي هنا هنعمل متغير هنسميه مثلا فيرست نيم. المتغير ده هتكون زي ما احنا عرفنا اي اسم، اي حاجه سترنج هتكتبها في عندنا في السي شارب بتحطها في متغير اسمه سترنج. داتا تايب من نوع سترنج. طيب هنا هنكتب اسم المتغير، نيم ايكوال هقوله مثلا احمد، في حاجة هنا احنا قلناها المرة اللي فاتت كده حد ممكن يقولها لي حاجة مش مستحبة كده نعملها هنا عندنا في اللغة. الفيرست نيم هتخليها اف والنيم هتخليها ان كابتن، الاف والان يعني. طيب الله ينور عليك يا باشمهندس. طب الطريقة دي كنا قايلين عليها طريقة ايه؟ أنا بصراحة مش متذكر اسم دي. طريقة الابديت الكامل طريقة لا كامل ده الجمل، سلام الجمل. لا 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 دي كامل كيس. ماشي الله ينور عليك يا باشمهندس. كامل كيس تمام كده عرفنا اللي احنا عندنا من الطرق الكتابة، في عندنا كامل كيس وعندنا باسكال كيس وعندنا كاب كيس، لكن الطريقتين اللي احنا بنكتبه بيهم في لغة السي شارب هي الكامل كيس والباسكال كيس، والمستحب اكتر هي والمتستخدم اكتر يعني اللي هي الكباب اللي هو الكامل كيس. تمام كده. مش مهندس، معلش لو تكبر الشاشة شوية، تعمل تمام زوم ماشي شوية يعني. واضحة كده. أقول له رسالة برضك انتر انتر اللاست نيم هعمل له برضه متغير داتا تايب سترينج وهعرفه بلاست نيم ايكوال. عرفنا المتغيرات برضه اللي هو من النوع سترينج ده بحطه بين دبل كوتيشن، ولو حرف واحد بحطه بين ايه؟ بين سنجل كوتيشن، الحرف اللي هو الكاركتر. هنقول له مثلا علي. طيب هطبع له الرسالة بقى اللي هي بتقول لي ايه؟ هلو احمد علي. هتقول له سي دبليو هلو
أحمد علي. هنا اللي أنا عملته صحيح، أنا كتبت له الاسم تمام اللي هو أحمد علي، لكن ديت كده أنت طبعت يعتبر رسالة واحدة على بعضها، ما عملتش حاجة بالمتغيرات اللي احنا حطيناها دي، احنا كده ما عملناش بقى. طيب انا عايز بقى احط المتغيرات، اجمع المتغيرات مع السترينج. دي حاجة عندنا في اللغة اسمها الكونكاتينيشن، طرق الكونكاتينيشن. طيب الكونكاتينيشن عندنا كام طريقة؟ هما ثلاثة بس اللي انا عايزك تعرفهم دلوقتي، اللي هما الاتنين اللي هوريهم لك دلوقتي. طيب اعمل الكونكاتينيشن ازاي؟ بكل بساطة كده، هتيجي بعد الدبل كوتيشن وتيجي عامل علامة الزائد، وهتقول له ايه؟ وهتقول له اسم المتغير بتاعك. انا اعمل له اول اسم متغير اسمه ايه؟ فيرست نيم. هتقول له فيرست، عفوا فيرست نيم، تعمل له ايكوال لاست نيم. طيب عايزين بس نطبع شويه اللي احنا عملناهم دولت، شوفوا ايه اللي هيظهر معانا كده. صحيح ايوه، عشان نعمل، عشان نطلع الكود على الكونسول، عندنا حاجتين هنا، حاجتين هنا في الفيجوال ستوديو اللي هو اللي انا عامل عليها اوفر ديت اللي هو سيشن ودي. طب ايه الفرق بينهم؟ هما الاثنين هيطلعوا لك ايه؟ هيطلعوا لك الكود على الكونسول، لكن اللي هي زي نظام المتظلله ديت بتعمل حاجه اسمها ديباجر، مش مهم تعرفها بس انا عايزك تعرف الاسم بس. دي بتعمل ديباجر للكود، والتانيه ديت على طول بتطلع لك من غير ما تعمل ديباجر. ففي كده الحالتين انت استعملت ديت مش فارقه في حاجه. تمام، احنا كده طبعنا وطلع عندنا الو تو سيشن، الو تو سيشن تو سي شارب، الانتر، فيرست نيم، لاست نيم. تمام، في ايه الغلط عندنا هنا؟ دولت المفروض ما تحطوش دلوقتي، نعرفه ليه دلوقتي. مرن التاني كده معلش يا شباب. قال عندنا ويلكم تو سيشن تو سي شارب، وقال لنا هيلو احمد علي. طيب حد ملاحظ كده ان كلمه احمد وعلي الاثنين لازقين في بعض؟ الاثنين لازقين في بعض. طيب عشان مثلا نعمل مسافه بينهم هنعمل ايه؟ هتيجي كده بكل بساطه بعد الفيرست نيم وتعمل علامه كونكاتينيشن وهتعمل دبل كوتيشن وتعمل بينهم مسافة كده. أنا عملت إيه؟ كتبت الاسم كده صح، وهيلو أحمد علي. تمام، دي أول طريقة عندنا في طرق الكونكاتينيشن. طيب إيه تاني طريقة عندنا؟ هي طريقة بيطلق عليها سترينج انتربوليشن، أو علامة اللي هو طريقة الدولار ساين. طيب ايه طريقه الدولار ساين ديت؟ بكل بساطه هتعمل كونسول دوت رايت لاين، هتعمل علامه الدولار عندك اللي هي شيفت 4 دي عندها، لا مش عارف عندكم ايه. هتعمل دبل كوتيشن. طيب جوه الدبل كوتيشن ده هتعمل، هتكتب الو. طيب كتبنا هيلو. طب انا عايز احط المتغير، المتغير هتحطه بين كيرلي براكتس، هتحطه بين كيرلي براكتس، هتكتب اسم المتغير. اول متغير عندنا فيرست نيم، تاني متغير كيرلي براكتس تاني، وهتعمل له ايه؟ لاست نيم. طيب نيجي نرن كده الكود، طلع عندنا برضه هيلو احمد علي.
طيب واحد يقول لي طب ايه الفرق بين الطريقتين؟ وما لهمش فرق، بس الطريقة الأولى ديت عاملة مثلا بيضربوا لنا مثال على طول بيه، اللي هو بيقول لك مثلا ايه لما ايه اقول لك مثلا 47 زائد 17، انت هتقول لي ايه الرخامة ديت يا عم، هتجيب لي حاجة سهلة اجمعها. هي نفس الكلام دي بالنسبة الكومبايلر، ديت حاجة زي نظام رخام عليه كده، اللي انت تعمل هيلو دبل كوتيشن وتطلع بره الدبل كوتيشن وتعمل له علامة زائد وتكتب المتغير، عايز تعمل فاصلة تعمل دبل كوتيشن وزائد، كل ده انا بالنسبة له ايه برادة زي ما بنقوله كده. طيب الطريقة دي سهلة خالص، ودي اكتر طريقة بنستعملها، اللي هو هتعمل دولار ساين وهتعمل بين الدبل كوتيشن تكتب الرسالة اللي انت عايزها، لكن هتحط المتغير، هتحط المتغير بين ايه بين الكيرلي براكتس بس. دي بكل بساطة الطريقة التانية، ودي طرق الكونكاتينيشن عندنا. طيب نيجي نكملوا البرنامج عندنا. هنا هنعوز منه الاي دي، الاي دي ده رقم، وعرفنا الارقام عشان عندنا في الداتا تايب الارقام بتتحط في يا اما انتير يا اما دبل يا اما فلوت. طيب احنا هنا الاي دي هناخد منه رقم صحيح بس، يبقى هنحطه في انتير، هنقول له انت اي دي بتساوي، وهتكتب له مثلا 1 2 3 4. طيب عايز اطبع الاي دي، هتقول له كونسول دوت رايت لاين، هتقول له علامة الدولار ساين واللي هنستعملها بعد كده على طول، هتقول له اي دي تساوي الاي دي بتاعك وبكده نام نمت البرنامج. طيب واحد يقول لي بقى طب ايه بقى انت فايدة المتغيرات بقى اللي انت بتقول لي على دي؟ انا حبيت دلوقتي اغير احمد ده، عايز اسميه مثلا مصطفى، معلش عشان اسمه مصطفى بس. هتيجي تحت كده تقول له فيرست نيم بيساوي، انا اقوله كده مصطفى، تمام. احنا عندنا الكود بيمشي من ايه من فوق لتحت، بينفذ اخر حاجه انت اديتها له. رأى مثلا هنا المتغير الفيرست نيم اسمه احمد، تمام، هيمشي بعد كده خلاص تاني هيشوف علي، تمام. جه هنا لقى الفيرست نيم اسمه ايه مصطفى، بالنسبه له هيعمل سكيب لاحمد ده يلغيه خالص، وهيطبع لي ايه هيطبع لي مصطفى. نيجي نشوفوها، هنا طبعا لي ايه مصطفى علي زي ما قلنا في المرة دي، تمام كده. احنا اللي عملنا المتغيرات واحنا اللي دخلنا كل حاجة طيب ما فيش حاجة اسمها انا عايز من يوزر اللي دخل لي، لا في. طيب عايزين بقى ندمج له البرنامج، نفس البرنامج ده من اليوزر اللي هو الايه، اليوزر هو اللي هيدخل لنا بقى الايه القيم. طيب عندنا الطريقة اللي انت بتاخد من اليوزر بيانات او داتا، هي طريقه عندنا هقول له كونسول دوت ريد لاين. الكونسول ده عندنا في السي شارب عامله ايه اسمها اوبجكت، الاوبجكت بيبقى قدامه مجموعه من الداتا او البروبرتيز. طيب يعني ايه اوبجكت برضه للناس اللي مش فاهمه؟ عايزك بس تفهم المفهوم ده. مثلا انت ايه هقول له انت انسان، الانسان مثلا، الانسان ده انا اعتبره هو الاوبجكت. الانسان ده ليه صفات مميزه فيه، ايه الصفات؟ مثلا عنده عينين، عنده مناخير، عنده ايدين، عنده بق، عنده شعر، الكلام ده يعني. طيب نفس الكلام للاوبجكت اللي هو عندي كونسول. الكونسول ده فيه مجموعه من الايه من البروبرتيز، ايه هما؟ هتيجي كده اقول كونسول
دوت عامل لي لستة طويلة عريضة كده. هي دي ايه اللي بقول لك عليها البروبرتي دي؟ الصفات المميزة بتاعت الكونسول. عندنا من الصفات ديت اللي هي كونسول دوت ريد لاين. كونسول دوت ريد لاين دي بتعمل ايه؟ بتاخد من اليوزر ايه؟ داتا او بيانات. داتا وبيانات. قول له كونسول ريد لاين كده. انا هستنى اللي انا اخد من اليوزر الداتا. تمام. نيجي هنا نعمل عايز بس اطبع كونسول دوت ريد. عايز اطبع مثلا اول اسمين عندي هنا. ايه المؤشر واقف؟ المؤشر واقف هنا مستني ايه؟ مستني حضرتك اللي انت تدخل له ايه البيانات اللي انت عايزها. ادخل اقول له قال لي علي. وهنا احمد. وهتدوس انتر. طبعا ليه؟ طبعا ليه علي احمد. طيب بالنسبة لنا عايزين ندخل ايه بقى؟ نيجي عند الانتيار ده عايز ادخل الاي دي. هتقول له كونسول دوت ريد لاين. طيب هنا بقى حد ملاحظ حاجه؟ ليه هنا بقى ايه طبع لي ايه في غلط هنا؟ الخط الاحمر بتاع ده معناه في غلط. ليه طبع لي غلط هنا وما طبعليش فوق مثلا؟ لأن كونسول ديتريد لاين بتاخد سترينج مش انتجر. تمام. بس هشرحها بس لو للناس اللي هي اول مره. تمام كلامك صح، كلامك صح. فكرت لا 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 تمام. لا وكلامك صح، مفيش مشكله، مفيش مشكله عادي. عندنا هنا كونسول دوت ريد لاين. كونسول دوت ريد لاين لو عملت هنا هوفر عليها كتب لي ايه هنا؟ كتب لي سترينج. دي معناها ايه؟ معناها كونسول دوت ريد لاين دي بتتعامل مع اي حاجه انت بتديها لها على سترينج. ما تفهمش ده رقم، ده كاركتر، ده هي بتتعامل مع اي حاجه انت بتديها لها انها ايه؟ مجموعه من الاحرف. الشاشة راحت فين يا مصطفى؟ أرمان صح فين؟ تمام هنطلع كده ولا نستنى؟ غالبا النت قطع عنده. دخل مع أدمن تاني. أحلى مساء طيبة. كامل مصطفى أشرف، ما تشوف كي أنيس؟ طب ما نطلع يا جماعة ونخش تاني، يمكن ننزل لينك جديد. نزل شيرين، استنى يمكن نخش على نفس الميديا. لو نزل على الواتس نخش. خلاص يا جماعة اطلعوا بقى، لو في حاجة ممكن نلعب تاني ولا حاجة. الباشمهندس بس عنده مشكلة يصلحها ويبعت لنا لينك ميتنج تاني. خلاص ماشي يا واسف.
تمام يا شباب، احنا كنا بنتكلم في جزئية جزئية اللي انا ايه اللي هو انا عايز اخد من اليوزر داتا، عايز اخد من اليوزر ايه بيانات منه. اتكلمنا في كونسول دوت ايه دوت ريد لاين، وعرفنا ان الكونسول دوت ريد لاين ديت بتخش لها ايه، بتاخد بتتعامل مع اي قيمة داخلها على الناس سترينج. طيب عايز احولها لرقم، هتقول له ايه انت دوت بارس وكونسول دوت ريد لاين. ده عايز تحولها لانتجر، عاوز تحولها لدبل، دبل دوت بارس كونسول دوت ريد لاين، وهكذا. تمام، نيجي كده نرن. ويلكم تو سيشن، اكتب له مثلا علي، اكتب احمد. طبعا الرساله ايه، هلو احمد. طيب هو منتظر مني هنا الاي دي، طبعا الايه الاي دي. طيب طب انا كده ايه، انا عرفت اليوزر ان انا هاخد منه الفيرست، اسمه الاول واسمه الثاني، وعرفت منه انا اخد الاي دي. بس كده انت اللي عارف، انت اللي عارف اللي انت عايز ايه، تحط كذا وعايز كذا منه، لان انت اللي كاتب البرنامج. طب هو محتاج يعرف، طب هتسيبه كده يعني هيخش كده شاشه سودا وخلاص ويكتب اللي هو عايزه؟ فدي هنا بتيجي من الرساله بقى اللي انت هتحطها له فوق. اول حاجه اقول له كونسول، تقول له مثلا انتر فيرست نيم. تمام، وهنا هتقول له كونسول انتر. لاست نيم، وهي كده هنقول له انتر الاي دي. تعال رن البرنامج كده. في هنا خطأ عندي، بس
سؤال كده يا شباب. معناها الفكرة وصلت بس مش عارف الغلط دلوقتي عشان وقت الميتنج. تمام كده احنا يعتبر ايه، رجعنا مراجعة سريعة على اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، وعرفنا الطرق الكونكاتينيشن عندنا، وعرفنا ازاي باخد من اليوزر داتا، وعرفنا فايدة الفاريبل والداتا. طيب احنا هنخش النهاردة في حاجة اسمها ايه، عندنا حاجة اسمها تايب كونفرجن او تايب كاستنج، اللي هي التحويلات. زي ما قلنا، عايز احول من الدبل للسترينج، او من الانت للدبل، او اي تحويل. عندنا نوعين من ايه، من التايب كونفرجن. عندها حاجة اسمها امبليسيت تايب كونفرجن، وعندي اكسبليسيت تايب كونفرجن. طيب امبليسيت تايب كونفرجن ديت بنقول عليها مثلا الطريقه الاوتوماتيك، ان هي بتحصل اوتوماتيك لوحدها، مش محتاج ان انت تعمل لها تحويل. وفي طريقه تانية، طريقه الاكسبليسيت تايب كونفرجن بنقول عليها المانيوال. طيب الامبليسيت تايب كونفرجن ديت بتحول من قيمه صغيره لقيمه كبيره. يعني ايه؟ مثلا انا قلت لك ايه، انت دلوقتي قاعد في شقة أوضة وصالة، هقول لك حضرتك هسكنك في شقة 3 أوض وصالة، أنت هتقول لي إيه؟ والله يا بلاش. فأنت بالنسبة لك التحويل من إن أنت تقعد في شقة أوضة وصالة للتحويل في شقة 3 أوض وصالة مفيش مشكلة بالنسبة لك. دي باختصار اللي هو الإيه؟ امبليسيت تايب كونفرجن، بتحول من قيمة صغيرة لقيمة كبيرة. طيب نيجي للإكسبليسيت تايب كونفرجن، دي بتحول من قيمة كبيرة لقيمة صغيرة. بنقول لك مثلا انت الشقة 3 أوض وصالة ديت هتسيبها وهتنزل ايه، شقة أوضة وصالة، انت هقول مش نازل، هقول لك هنزلها غصب عنك، وده انا اعرف هنزله غصب عنه ازاي. طيب ده كده التعريفات بتاعته. طيب نيجي نشوفه كده امثلة عليهم. اول طريقه عندنا قلنا ايه، طريقه الامبليسيد تايب كونفرجن. الطريقه دي قلنا بنحوله من قيمه صغيره لقيمه كبيره. زي مثلا عايز نحول مثلا من الفلوت، فلوت اكس مثلا بيساوي 1.35 اف، عايز احولها لدبل. يعني ايه اعمل كده؟ دبل دبل واي بيساوي دبل واي. طيب انا دلوقتي عايز احول ايه، احول من الزد للايه، للواي. احول من الزد للواي هتعمل ايه بقى؟ معناها كده انا بنقول له خد القيمه اللي في الاكس حطها في الايه، في الواي. يبقى اخد الواي بتساوي الاكس. هتقول له كونسول دوت رايت لاين الايه، الواو.
بس انا واحد شباب بعمل ملف جديد، فايل جديد عشان الغلط اللي بيظهر ده. دلوقتي احنا بنتكلم عن الامبليس، ان انت بتحول من قيمة صغيرة لقيمة كبيرة. مثلا عايزين نحول من الفلوت x تساوي 1.5 اف، عايز تحولها لايه؟ للدبل. اقول له دبل دبل الواي، وهنقول له الواي تساوي الاكس. فين الى الواي؟ نيجي نشوفه مع بعض كده يا ران. طلع لي ايه؟ حول لي من القيمه الفلوت للقيمه الايه؟ الدبل. من القيمة الصغيرة للقيمة الايه؟ الكبيرة. بالنسبة له ما كانش فيه مشكلة. طيب عايز بقى احول اكسبليسيت. الاكسبليسيت قلنا بتحول من قيمة كبيرة لقيمة ايه؟ لقيمة صغيرة. بنحوله من قيمة كبيرة لقيمة صغيرة. انا عايز احول الدبل للانتجر، هتقول له دبل دبل الام بيساوي تسعة بوينت سبعة تمانية وهي رقم، وهنقول له انت الان، وهنقول عايز نحول من ايه؟ عايز نحول الام اخليها ايه؟ انتجر. هنقول له ان بتساوي ام و سي دبليو الى الان. لو انتم ملاحظين اعمل لي ايه؟ اعمل لي ايرور هنا، اعمل لي ايه؟ ايرور. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا بالنسبه له هتنزله من ليفل عالي لليفل اقل، هو مش هيرضى بكده، فانت لازم تنزله ايه؟ غصب عنه. طب الطريقة دي هنعملوها ازاي بقى؟ بكل بساطة هتيجي كاتب له بين القوسين انت الام، وكده انت حولته من ايه؟ من الدبل للانتجر. نيجي نشوفه كده. احنا عارفين ان الانتجر ده بياخد ايه؟ عدد صحيح. خد العدد الصحيح اللي هو الايه؟ التسعة. بس دي الطريقة التانية التحويل. عندنا طريقة تانية اسمها ايه؟ في طريقة اسمها تايب كونفرجن ميثود. الطريقة دي برضو طريقة التايب كونفرجن ميثود دي بكل بساطة هتقول له ايه؟ كونفرت دوت تو، والداتا تايب اللي انت عايز تحول ايه؟ تحول ليه. تمام؟ يعني انت عايز تحول من الانتجر للسترنج، هتقول له كونفرت تو دوت تو string، هتقول عايز تحول من الانتجر للدبل كونفرت تو دبل، وهكذا. عايز تحول من string الكاركتر، هتقول له ايه؟ تو كاركتر. طيب في هنا جزئيه كنت عايز اتكلم فيها برضو في نقطه اللي هي الامبليسيت ديت. لو انا عايز مثلا احول الكاركتر للايه؟ للانتجر، هيطلع لي ايه؟ تعالوا نشوفه مع بعض. كاركتر هنقول عليه مثلا اكس يساوي ايه؟ خلي اس كده ونزعله، وهتقول له ايه؟ انت الواي، وهتحول الواي تقول له الواي تساوي الاكس، هتقول له سي دبليو لا كونسول دوت رايت لاين الواي.
طيب تعالى كده نطبع ونشوف اللي هيطلع لنا. طلع لي رقم، طلع لي رقم. ده انت هنا لو تاخد بالك انت محول من كاركتر من حرف ليه لانتير اللي هو الرقم. طيب الرقم ده حاجه اسمها اسكي تيبل. الاسكي تيبل ده انت عندك كل زرار معمول على الكيبورد، الكمبيوتر مش فاهم اللي هو اس، الكمبيوتر مش فاهمه اللي هو اف ام، الكلام ده مش فاهمه، انت اللي فاهم الكلام ده. طب الكمبيوتر بيفهم ايه؟ الكمبيوتر بيفهم اما هو باينري الكود بتاعه كذا، اما هو هيكسا الكود بتاعه كذا. طيب تيجي نشوف اللي هو يعني ايه اسكي تيبل ده اصلا. الاسكي تيبل ده هو اختصار ل امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج. ده كده اسكي تيبل الناس كلها عارفاه، معروف ان رقم ايه ده مثلا بالديسيمال 65، رقم الاس مثلا الاس ليه رقم اوكت ليه رقم ديسيمال. الارقام دي كلها ايه معروفه موحده فيهم ما بتتغيرش. فهو بالنسبه للكمبيوتر هنا احنا لما رنينا الكود ده هو طلع لك الايه الرقم اللي هو الكمبيوتر فاهم اللي هو الرقم الايه الانتجر، ده الرقم الاسكي تيبل اللي بنقول عليه. بس فدي النقطه اللي انا حبيت اوضحها. عايز مثلا احول مثلا ايه خلي ايه كده رياض هطلع لي 97، ده الرقم بتاعه في الاسك، وهكذا وهكذا. معايا شباب؟ في حاجة مش مفهومة؟ يا شباب معاك يا باشمهندس. الله ينور يا هندسة كمان. تمام يا هندسة. طيب نيجي كده في الجزء اللي بعد كده، تعرفنا اللي هو اتكلم عن الكونفيرت ميثود. طيب طريقة الكونفيرت دي بتتم ازاي بقى؟ مثلا انا بقول لك انت اكس، وانا قلت خلي بالك اسم المتغير ما يستحبش ان انت تكتبه اكس وواي والكلام ده، بس انا بس عشان ايه مثال توضيحي بس مش اكتر عشان الوقت. بيساوي 10. وهتيجي تقول له ايه عايز تحول الاكس ديت، عايز تحولها لايه لسترنج مثلا، هتعمل متغير مثلا هتقول له سترنج الواي بيساوي كونفرت دوت، حطها ايه كتبها لي لوحده اهو تو سترينج للاكس، وهتقول له ايه كونسول دوت رايت لاين الواي. هو بالنسبه له كده خد الرقم الانتير، بدل ما هو ما كان انتير رقم معروف بالنسبه للبرنامج اللي هو معروف للكومباير اللي ده انتجر، حوله لايه لسترينج. وايه بقى سترينج. طيب نيجي مثلا نعمله بوليان يا اما ترو او فولس. بوليان ام بيساوي فولس، هنقول له سترينج الام بيساوي convert the string إلى الام، وهتقول له cw الام. كده احنا كنا عارفين ان البوليان ديت يا اما بياخد قيمة true يا اما قيمة false، وديت هنعرفها ان شاء الله في الكونديشن عندنا في الاف والالس والكلام ده والسويتش. كده انت بالنسبه لك هو خد البوليان، بدل ما هو كان رقم بوليان يا اما ترو او فولس، خد كده ترو او الفولس، ده بالنسبه له اتعامل معناها ايه ايه سترينج، ممكن كونفرت تو انتير، في كونفرت تو دبل، كونفرت تو كاركتر، وهكذا وهكذا. دي بس ايه التحولات اللي عندنا.
حد عنده مشكلة في الكلام اللي قلته فات ده؟ تمام يا هندسة، الله ينور. كله تمام يا ابراهيم. تمام، نخش نشوف حاجة عندنا تانية، وهي الايه؟ الاوبريتور. الاوبريتور اللي هي الايه؟ العمليات اللي عندنا. عندنا الاوبريتور من قسمها لايه؟ لاربع حاجات. حاجه اسمها اريثماتيك اوبريتور، وهي الجمع والضرب والطرح والقسمه، وحاجه اسمها الانكريمنت، وحاجه اسمها ايه؟ ديكريمنت، وحاجه اسمها، وعندنا الساينمنت اوبريتور اللي هو اليساوي وزائد يساوي وناقص يساوي، انا عارفهم دول يعني. وعندنا الكومبارزون اوبريتور اللي هي المقارنه، وديت هتستخدمها اكتر، وعناصرها زي ما بنقولوا كده في الاف والانس والسويتش، تستخدم في الحالات. وعندنا حاجه اسمها ايه؟ اللوجيكال اوبريتور اللي هو الاند والاور والنوت. تمام، طب ايه هي بقى؟ ايه، ناخد واحده واحده كده بالراحه. الارثماتيك اوبريتور، الارثماتيك اوبريتور زي ما قلنا اللي هو ايه؟ الجمع والضرب والطرح والقسمه. مثلا انا عايز اجمع رقمين، انت يا باشمهندس، ايوه اتفضل. سمعت صوت الخلاط اللي جنبك ده اللي شغال ده، سواء انا يا الخلاط جماعه في حد كده جات في الله. السكن معلش. خلاط اكنه معانا هنا في الميتنج. معلش يا جماعة أنا قاعد في السكن. يا باشا ولا يهمني، أهم حاجة يعمل حسابنا في العصير اللي بيعمله، بس بدل ما الواحد رجله ناشف كده. يا عم خلاص، نعمل حسابنا إن ممكن شاء تكون الله. صلصة يا هندسة. آه لا والله ده عصير. خلاص بقى، غير الموضوع خلاص كده وبرمان، خلاص عصير. تمام. اللهم صل وسلم على النبي. تمام، كنا نتكلم عن الارثماتيك اوبريتور، وهي العمليات العاديه بتاعتنا اللي هو الجمع والضرب والطرح والقسمه. مثلا انا عايز اجمع رقمين، انا عايز مثلا اخد السطر الكود ده كوبي، هتعمل ايه؟ كنترول دي، كنترول دي، هتاخده ايه؟ كوبي على طول لتحت. الاختصارات دي مهمة، أنا بتسهل عليك لا الوقت اللي أنت هتاخده أنا تكتب فيه الحاجة. نعمل متغير تاني هنا، مثلا أنت الصم بيساوي نمبر 1 زائد نمبر 2 كونسول دوت رايت لاين الصم. كده احنا عملنا عملية الجمع. طب 15. طيب، هل عملية الجمع بتجمع بين رقمين بس، أو بتجمع بين مثلا، أو ده زي ما بنقول متغير متغير، بس هما بيحملوا إيه؟ الرقمين دولت؟ لا، الأديشن برضك عندي ممكن تجمع لي بين نصين. إزاي؟ تعال نشوف مع بعض. هنقول له string مثلا، نقول له name 1 بيساوي علي، نمتو مثلا نقول احمد، هنيجي نقول ايه مثلا string، هنقول مثلا صم الاسمين برضو، هنقول نيم 1 زائد نيم 2 بص الدكتور الصم. تعال نشوف الكود، هل هيطلع لي كده الاسمين دولت ازاي؟ طبعا للايه؟ طبعا الاسمين دولت بس لازقين في بعض زي ما قلنا، عشان تمنع لازم تعمل ايه؟ زائد
ما بينهم وتحط ايه دبل كوتيشن ما بينهم. بس الفكره اللي انا عايز اقولها لك بس اللي احنا ايه ممكن برضه ما نجمعش بس رقمين، ممكن نجمع تو سترينج برضه علامه الجمع. الطرح بقى نفس الكلام، الاسم برضه نفس الكلام. نيجي بس عند باقي الاسم، هنا في واحد الاسم وباقي الاسم ديت، باقي الاسم زي ما احنا كده عايزين نشوفه. باقي الاسم مثلا عندك 2.5، باقي الاسم بالنسبة لك اللي هو الايه اللي هو الايه الخمسة ده، وده الاسم. تمام، توضيح بس للناس اللي مش ممكن تقول ايه يعني ايه باقي اسم والكلام ده. طيب عايز مثلا نعمل باقي اسم رقمين، قوله انت نم 1 بيساوي 5، انت نم 2 بيساوي ايه 10. هتقول انت الديفيجن مثلا بيساوي ايه نم 1 باقي اسمت الى النم 2. طيب عايز نعمل كونسول لترال ديفيجن، هيطلع لي هنا هيطلع لي الخمسة. طيب هل لو انت كده قسمت الخمسة على عشرة كده، لو قلت لها حازمة مثلا قسمت الخمسة على عشرة ماشي، هيطلع لك ايه الناتج ده. طب هو ايه عندنا في باقي الاسم هنا معلومة مهمة، اللي انت لو قسمت عدد صغير على عدد كبير هو بيطبع لك العدد الصغير، هو بيطبع ليه العدد الصغير. لو قسمت تاني، لو قسمت عدد صغير على عدد كبير هو ايه بيطبع لك العدد الصغير. ثانية واحدة كده، تمام. فالحل اللي انت لازم ايه تقسم عدد الكبير على عدد الصغير مش العكس. خلو دي مثلا 10 وهو دي مثلا 5. بس اعطاني صفر يعني الناتج اصلا مش هطلع فيه باقي اسم بالنسبة لي. لان باقي الاسم هنا 10 على 5 هطلع لي 2، فما فيش باقي اسم اصلا. تمام، نيجي لجزئية مهمة برضو عندنا هنا، حاجة اسمها ايه الانكريمنت ولا والديكريمنت. نعم، الحالة الأولى لما قسمنا 5 على 10، ليه الخارج طلع 5؟ مش المفروض إن أنا مثلا 5 على 10 يبقى، ما أنا قلت لك هنا باقي القسمة، باقي القسمة عندنا لو هتعمل باقي قسمة عدد صغير على عدد كبير هو هياخد العدد الصغير. تمام؟ نعم، مش فاهم. هي ديت يعني زي نظام ايه، هي دي قاعده ثابته. هو بالنسبه له ايه ما ينفعش مثلا تقسم باقي تاخد باقي اسم العدد صغير على باقي اسم العدد ايه كبير، هو مش فاهم انت عايز ايه. فبالنسبه له اخد اول رقم اللي هو فوق اللي هو ليه اصغر رقم اللي هو ليه اللي هو الخمسه. تمام، ماشي يا باشمهندس. ادي رساله تاني كده يا مصطفى على نفس الشيء. طيب نيجي لجزئية الانكريمنت ولا والديكريمنت. الانكريمنت اللي هو اكس بلس بلس، انا عارف بس الكتابة معوقة. اكس بلس بلس. طيب وعندي تاني الاتنين اللي فوق دولت، عندي اول حاجه اسمها ايه، اول حاجه بنقول عليها ايه بري انكريمنت.
دي بيطلق عليها بري انكريمنت، وديت بيطلق عليها بوست انكريمنت. تمام. طيب ايه الفرق ما بينهم الاثنين بقى؟ البري انكريمنت هنا عندك انت بتعمل ايه، بتطبع، بتزود العدد الاول وبعد كده ايه بتطبعه. هنا هتزود وبعد كده ايه هتطبع. طيب البوست انكريمنت هتطبع العدد الاول وتطبع وبعد كده ايه هتزود. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه. تعالوا ناخد مثال كده توضيحي. بس اللي انا عايزك تفهمه من النقطه دي بس دلوقتي، ان البري انكريمنت اللي هو بلس بلس اكس ديت معناها انا منزود واحد، دي معناها انا منزود واحد، دي معناها اكس زائد واحد. طيب عايزك تعرف منها اللي هي هتزود الاول وبعد كده هتطبع، البوست هتطبع الاول وبعد كده هتزود. عايز المعلومتين دول تكونوا في دماغك. طيب يعني اللي انت بتقوله بقى ده، مثلا عايز نعمل انتيجر اكس بتساوي مثلا 5، هنيجي نعمل هنا كونسول دوت رايت لاين بلس بلس الاكس. استنى كده، الله استنى كده يا شباب، البتاع ده بيعلق مش عارف. نيجي هنا ايه، هنا انا قلت له ان الخمسة، عرفت ان الخمسة في متغير اسمه ام. تمام. قلت له هنا ايه بلس بلس الام، قلت له بلس بلس الام. هو جه هنا عند ايه، عند البلس بلس الام، بالنسبة له بيشوف دي بري ولا بوست؟ لا بري، عشان قدامها بلس بلس، فراح ايه مزود الاول وبعد كده طابع، طبعا للرقم اللي هو كام؟ 6. دي معناها بتزود بمقدار واحد او بتطرح بمقدار واحد. طيب نيجي نشوفه مثلا اللي هو ام بلس بلس، قلنا عن البوست انكريمنت بتعمل ايه؟ بتطبع الاول القيمه وبتزودها. طيب طبعت القيمة بالنسبة لها هي بعد كده زودت. طيب زودت ازاي؟ مش فاهم هتزود ازاي. تيجي انا مثلا لو انت عملت نفس المتغير ده، عملت مثلا كونسول قلت له اطبع لي الام، اطبع لك الام بقت كام؟ بقت دي 5 ودي 6. يبقى البوست، يبقى البوست انكريمنت بتعمل ايه؟ بتطبع القيمة الأول وبعد كده هتزودها. تطبع القيمة، طبعت القيمة، بعد كده زودت. طب أنت عرفت المتغير تاني، قلت له اطبع لي الإم كمان، فراح هو ايه؟ طبع لي القيمة اللي اتزودت بقى بعد ايه؟ بعد ما طبع. تمام كده؟ حد عنده مشكلة في الجزئية اللي أنا شرحتها ديت؟ شباب لا تمام يا باشمهندس. نور. نيجي بعد كده عندنا في الاوبريتور،
اسمها الايه، الكومبارزون اوبريتور. الكومبارزون اوبريتور ديت بتقارن بين حاجتين، يا اما القيمه الاولى بتطلع فيها ايه، يا ترو يا فولس، بتقارن بين حاجتين، يعني القيمه اللي بتطلع يا اما ترو يا اما فولس. الكومبارزون تاني، الكومبارزون اوبريتور بتقارن بين حاجتين، بتطلع قيمه يا اما ترو يا اما ايه، يا اما فولس. طيب نيجي هنا نشوفه كده، مثلا مثال بيقول لي مثلا انت السي بيساوي ثواني، انت ليه بيساوي 5 وانت البي بتساوي 6. طيب انا عايز اقارن بين الاثنين، تروح مثلا انت السي بتساوي ال A equal equal B. طيب هنا ليه بقى نوفينا، انا قلت لك ان الكومبارزون اوبريتور يا اما بتطلع على قيمه ترو يا اما قيمه فولس. طيب احنا كنا واخدين القيمه الترو او القيمه الفولس ديت تبع انهي الداتا؟ طيب هتقول لي تبع البولي، تمام. فانت هنا ما ينفعش تعمل له، انت هنا هتطلع قيمه ترو يا فولس، ما تنفعش تقول له ايه انتجر وطلع لي ترو، مش ديت الداتا تايب بتاعت الايه، بتاعت الامر اللي انت عايزه هنا. فانت كده تيجي زي الشاطر هتقول له بوليان كذا كده، انت عملت بتقارن، هتقول له هل الاي بتساوي البي ولا لا. تيجي نطبع سي، طلع لك شهاي ثواني كده، هطلع لك قيمة اسمها ايه فولس، وقال ايه ما بتساويش الايه البي. جيت مثلا من طول البي بتساوي 5، جاله قيمة ايه ترو. ده باختصار الايه الكومبارزون اوبريتور. في هنا نوت ايكوال يعني لا يساوي، في هنا اكبر من اصغر من، كل ديت العمليات اللي انت تقدر تعمل ايه تقارن بين متغيرين عندنا هنا. حد عنده مشكلة هنا؟ اهم حاجة لما تيجي هنا حد هنا بيسأل، اهم حاجة هنا لما تيجي تقارن ما تروحش ايه تخلي بالك من الداتا تايب اللي انت بتعرفه اللي انت هتقارن بيه. المقارنة بتاخد بوليا تاني، عشان تقارن بين حاجتين لازم أن تاخد قيمة اللي هو الداتا تايب بوليا، لان هو بيطلع يا ترو يا فولس. طيب نيجي هنا بقى لايه جزئية مهمة برضو، وهي الايه اللوجيكال، اللوجيكال ايه اوبريتور، اللي هي الاند والاور والنوت. هنا عندي في اللوجيكال اوبريتور انا بنقارن بين اتنين بوليا، بنقارن بين ترو ترو او ترو او فولس او فولس او فولس، دي معناها بتقارن بين ايه بين اتنين بوليا. طيب نيجي الاول حاجه عندنا هي الاند، معناها ده وده، ده وده، الاثنين يكونوا ايه، لازم الاثنين يكونوا زي بعض عشان اطلع لك ايه قيمه ترو، لازم ترو وترو عشان يطلع لك ترو، اي حاجه بعد كده غيرهم هتطلع لك فولس. في الجزئيه بتاعت الاند تاني بتقارن بتقول ده وده، طيب ده وده لازم ان الاثنين يكونوا ايه، ده بياخد قيمه ترو وده بياخد قيمه ترو هيطلع لك ترو، فولس ترو هيطلع لك فولس، فولس فولس هيطلع لك فولس، تمام. وديت هناخدوها اكتر في الاف، الاف كونديشن والالس والله، وهناخدوها السويتش وهتنشرح اكتر ان شاء الله. طيب نيجي هنا ناخد مثال عليها، مثلا هنقول له بوليا
بتساوي ترو، وبوليان البي بتساوي ترو. هنقول له بوليان السي، هتقول له ايه الاي اند البي. هنقول له كونسول دوت رايت لاين السي، زي ما عرفنا احنا هنا قلنا في الاند لازما يقارن بين حاجتين، بيشوف دي ترو ودي ترو هطلع لك ترو، دي فولس ودي ترو هطلع لك فولس. طيب نيجي نشوف الكلام ده، طلع لي هنا كومبتين ترو. طيب تعال نغير واحده فيهم، خلي مثلا ايه فولس، طلع لي هنا ايه قيمه فولس، هنا ترو فولس طلع لي فولس. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده اللي هو الاور. الاور معناها ده او ده، لو واحده منهم كانت ترو هندي ايه؟ هتطلع ترو. يبقى لو واحده ترو هتطلع ترو. طيب نيجي نشوف كده، انا نخليها اند. هنا طلع لي ايه؟ ترو. يبقى انا عندي قيمه فولس، وتقول له هي الـ A أو الـ B، طلع لي هنا الـ C. هو هيشوف هنا عنده قيمة فيه ترو ولا لا؟ لا فيه ترو، يبقى خلاص القيمتين صح. طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده اللي هي النوت إيكوال، معناها لو هي دي ترو هتبقى فولس، ولا دي فولس هتبقى ترو. دي مثلا ده باختصار اللي هو الـ A النوت إيكوال. طلع لي ترو. تمام كده يا شباب، استنى كده اخر حته دي تبقى معلش اخر حته صح؟ اخر حته دي بنقول لك اللي هي ايه؟ عرفنا اللي هي نوت. النوت ديت لو في قيمه ترو هتطلع لك ايه؟ فولس، ولو في فولس هتطلع لك ترو، يعني عكس الحاجه بتطلعها. تمام؟ تمام. دي بس باختصار كده. ما شاء الله. طيب عندنا تاني حاجة هنا اللي هي الايه؟ الاوبريتور بريسيدنت، اللي هي الايه؟ اللي هي ترتيب العمليات الحسابية. الترتيب بيبدأ عندنا ازاي؟ أول حاجة الأقواس، تاني حاجة الضرب والقسمة، والجمع والطرح، والكمبارزون الريليشن دي اللي هي المقارنة، وآخر حاجة عندنا بتبقى اللوجيك. تمام، وده الطبيعي بتاعت العمليات الحسابية. أي عملية حسابية هتتم، وزي ما هنشوف كمان شوية، أول حاجة بتخلص الأقواس، وبعد كده الضرب والقسمة، وبعد كده الجمع والطرح، وبعد كده اللي هي الكمبارزون، وبعد كده اللوجيك. طيب نيجي كده ناخده ايه مثال كده عليهم. هنقول لك الانت الايه بتساوي 20، انت البي تساوي 10. هنقول لك انت السي بتساوي 5. هنقول لك انت الدي بيساوي لا 15 فوق احسن، انت الدي بتساوي 5. وهنقول انت الايه بس بقى فاضي. طيب
اول عمليه عايزين نعملها هنا اللي ايه بتساوي ايه زائد بي بي سي على الدي. طيب احنا زي ما قلنا اول حاجه في الترتيب الطبيعي اللي انت بتعمل تخلص الاقواس الاول، وبعد كده بتشوف الضرب والقسمه، وبعد كده الجمع والطرح وهكذا وهكذا. طيب هنا عندي هيمشي كالاتي، هيشوف هنا اقواس ال A زائد ال B 20 زائد 10 هتبقى 30، في الضرب الاول عندنا الضرب وبعد كده الايه وبعد كده الاسم هتبقى 15 في 30 على الخمسة هيطلع لي قيمة 90. طيب نيجي نشوفه، استنى ما عملتش كونسول دوت رايت لاين، قول له الايه طلعت لي بكام؟ طلعت لي ب90. طيب نيجي ناخده كمان مثال، هقول له ايه بتساوي هنقول له ايه زائد البي في السي على الدي. طيب هنا مفروض، طيب السؤال ده كده الناس تحله الأول هيطلع لك حدنا معانا ولا ايه؟ انت نمت ولا ايه؟ معاك. طيب القيمة دي هتطلع بكام؟ اتفضل يا خالد. طب هات لي المثال بس كده هندسة. 20 زائد 10 اللي هو ايه زائد بي اول حاجة تمام ده 30، وهيضربهم في السي اللي هو 30 في 15، تمام وبعدين يقسمهم على الدي اللي هي 5 تمام يعني نفس اللي فوق. تقريبا. بس لا لحظة، لا مش زي اللي فوق، لان اللي فوق الناتج، بتكلم السي الناتج قبل ما يعمل الضرب. هي اللي فوق الناتج، بس مش اللي فوق هندسة. ايه زائد بي مضروبة في السي هيعمل القسمة السي على الدي الأول، وبعدين يضرب في حاصل الجمع الـ A زائد B. لا لا هنا بقى احنا بناخد الاقواس، الاقواس في قوسين وجواهم قوس، قوسين كمان، انت بتاخد اللي جوه القوس الصغير وبعد كده الكبير، تفهمني؟ يعني هو هنا هيعمل الـ A زائد الـ B تمام، هيطلع ناتج، هياخد الناتج بتاعهم ويضربهم في السي ويقسمهم على الايه؟ على الدي. هتتم كده زي ما قلت لك كده. ده هو بيجيبها من الشمال لليمين. مظبوط. تمام تمام وهنا هتطلع كام؟ طب هتطلع برضه ب90. ناخده كمان واحد، في سي على الدي. الله، حد جاوب ديت كام معايا؟ تسعين برضه.
93. هيطلع كام؟ 90. طيب نيجي نشوف ايه زائد بي 30. اه سي على دي 3 هيبقى 3 في 30 ب 90. صح صح يا باشمهندس، الله ينور. بس انا عايز اسال سؤال يا مصطفى وعلى اذنك. اتفضل يا سيد. ايوه يا حبيبي. طيب اتفضل يا سيد. صلى على النبي. اه بقول صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عمليات هنا الاسم بتتضرب. الصوت بيقطع يا سيد، الصوت بيقطع. بقول لك الاسم السامع والله صوت تركيب بيقطع. العمليات. اه طب استنى مصطفى، ايوه سامعك كده. بقول لك الاسم ايوه الضرب الاسم ايه؟ قبل الضرب، قبل الضرب في لا الترتيب الضرب، الرعيل الضرب الضرب وبعد كده الاسم في الترتيب الطبيعي، ازاي؟ الضرب وبعد كده الاسم. كان في حد قال لي بتبقى تمشي كده مثلا وانت جاي من الشمال ماشي لليمين، الشمال حتى في لليمين. الضرب ايوه قبل جاب لك ضرب. ما بتاخد، لا انا بكلمك هنا ضرب، الضرب هنا قبل لا. ما انا فاهم، انا فاهم دي. بص كده، في اول مثال، بس اه اول مثال اللي قلته اه المثال الاول اهو. لما جينا قسمنا الاول وبعد كده ضربنا، صح؟ لا انت اول جمعت اللي جوه الاقواس وبعد كده جمعت، ضربت، انا بتكلم وبعد كده جمعت اللي جوه ضربتهم، الاقواس. وبعد كده ضربتهم في السي، ايوه وبعد كده قسمت يعني انا انك جمعت. قسمت على الايه، على الدي. تمام. فهمتني كده؟ طب لو بدل الضرب ديت اسم، انا قصدي ان الضرب والاسم مفيش فرق، يعني اعمل اي واحد الاول على حسب ترتيبهم في السؤال. تيجي نشوفهم مع بعض. مش عارف انت فاهمني ولا لا. طب اعكس فاهم كده، خلي الاسم الاول وبعد كده الضرب. فاهم. تعال نشوفهم مع بعض. طارق كام؟ ب 10. انت كنت صح في الايه والترتيب ايه، وانت بتاخد من الشمال للايه. تعال بص، اليمين تعال نمشي واحده واحده في المثال ده. 20 ادي 30، الاقواس، الاقواس الاول كام؟ ماشي 30 30. على بعد كده لا 15، على 15 في الاتنين، 2 في الدي اللي هي بخمسة بعشر، بس يبقى صح. يبقى انت فعلا انت مفيش بتمشي. فرق بين الضرب اه والاسم. انا كنت مفكرك بتتكلم عن المثال ده اللي هو ايه، تمشي من لا الاسم لا الاول لا، بعد كده بتكلم الضرب. على اول مثال خالص، يعني بتكلم الضرب والاسم. اه لا يبقى كده الاول فيهم، الاول اللي بيقابلك الاول فيهم هو الايه اللي بتنفذه الاول. ايوه، لكن ماشي. مفيش واحد بعينه بيبقى الاول. لا ما هو انت على حسب بقى المثال تمام اللي قدامك، على حسب المسألة والمثال اللي قدامك. وصلت هندسة. طيب كده معانا هنا اخر حاجة بقى في السيشن عموما وفي الجزئية ديت، والناس ايه تحل فيها وتركز فيه. بلس بلس ده ازاي قص الايه هتقسم على دي ماينس ماينس قص في ابدي الناس تحل المثال ده يا جماعة، بس بسرعة عشان الميتنج أصلا هيقفل قدامه 5 دقايق. واحد وأربعين، كم؟ 41. طيب انت قلت 41، حد عنده إجابة تانية؟
حد عنده إجابة تانية؟ شباب طيب خلاص كده سامي قال 41. طيب تعال نشوف الناتج يطلع كام مع بعض كده. الناتج طلع 37. طيب تيجي بقى نحلوها مع بعض كده بالراحة واحدة واحدة. أول حاجة هنا عندك كلام، احنا عرفنا الفرق بين البري انكريمنت والبوست انكريمنت. طيب أول حاجة هنا قبلك بري انكريمنت، يعني بلس بلس الايه، يعني اعمل ايه في الايه، يعني ازودها بواحد، يبقى الايه عندك خليها كام؟ ب21. خليك عارفها كده. طيب نيجي في الاقواس، هنا عندي ايه؟ الدي ماينس ماينس، يعني ايه ديت؟ الجمع زي الطرح، اللي هو انا بيطبع الاول وبعد كده بايه بيطرح، او بيطبع الاول وبعد كده بيجمع. طيب فهنا عندي ايه؟ الدي هنا هتبقى هيها الدي فوق، لان هو طبع الاول، دي بالنسبه له امر طبع في الاول، ما عملتش اي عمليه، يعني يا بري يا بوست قبل الدي، فدي بالنسبه لاول عمليه يبقى هي يبقى 5. طيب نخلصوا الاقواس هتتم ازاي؟ 20 على 5 فيها الايه؟ فيها الاربعه. طيب بالنسبه لك الدي بكام؟ الدي كانت ب5 وقلت، يبقى الدي اصبحت بكام هنا؟ الدي ديت اصبحت ايه؟ انت قلت له اطبع الاول وبعد كده اطرح، نقص واحد، هتبقى دي بكام؟ ب5. يبقى الأربعة في أربعة بكام؟ ب16. 16 زائد 21 هتطلع لي كام؟ 37. ديت العملية اللي تمت. حد عنده سؤال فيها؟ شباب الميتنج بقى 3 دقايق وهيقفل، واحنا اصلا كده اعتبر خلصنا اصلا. انا كده خلصت. حد عنده أي حاجة عايز يقولها؟ السيشن ده خلاص كده خلصناه كده الأول، السيشن التاني إن شاء الله. كلموا يا شباب، حد عنده مشكلة في الشرح؟ حد عنده أي حاجة؟ حاجة تاني؟ ما باشمهندس بالمرة دي تتستركشر ها؟ لا يا عم تشرح يا لنا عم، بالمرة دي احنا غلابة زيكم. باشمهندس ممكن بس تعيد آخر حتة تاني؟ آخر مسألة؟ أو تمام. آخر مسألة عندي مشكلة بقى دقيقتين، لو ما لحقتش أخلصها كلها فممكن أنزل فيديو لا يعني توضيح ليه. بص هنا كده، إحنا قلنا العملية عندنا إيه؟ العملية عندنا بلس بلس الإيه؟ زائد الايه على الدي ماينس ماينس في الدي. احنا قلنا الايه عندنا هي ب20، تمام. فهو هيجي عند الدي ب20، احنا قلنا دي بري انكريمنت يعني بتزود الاول، يبقى اصبحت الايه هنا بكام؟ ب21، تمام. هتيجي هنا في القص، هنا في عندك الايه الدي سالب سالب ماينس ماينس، يعني هنا بتقول له كده اطبع الاول بعد كده اطرح، فهو ايه طبع لك الخمسه زي ما هي اهي، وراح قاسم وراح قاسم لك الايه ال 20 على المحاضرة 5. هتفصل يا هندسة، اه ال 20 على المحاضرة 5. هتفصل. طيب طيب ماشي، 20 على 5 فال 4، وهنا دي اصبحت عندك بعد الماينس ماينس طلعت بكام؟ طلعت